وللمزيد حول زيارة الرئيس السيسي لأنقرة ينضم إلينا من العاصمة التركية موفد التلفزيون المصري علاء رشوان. علاء أرحب بك. وضعنا في ملخص ما دار اليوم من خلال هذه الزيارة الرسمية والأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا. تحياتي يوسف وتحية أيضا لكل مشاهدي التلفزيون المصري. زيارة كما وصفتها وكالة الأناضول التركية الرسمية بأنها زيارة تاريخية من شأنها استعادة الدفء للعلاقات المصرية التركية التاريخية. إشادة وترحيب على المستويين الشعبي والرسمي بهذه الزيارة الأولى للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تولي سيادته مهام منصبه، تعكس إرادة سياسية متوفرة لدى القاهرة وأنقرة لإحياء هذه العلاقات القوية وتعزيز التنسيق والتشاور بين القيادتين السياسيتين في البلدين على كافة الأصعدة، سواء الثنائي منها أو فيما يتعلق بمتعدد الأطراف ومستجدات القضايا والأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. اليوم بدأ بقمة مصرية تركية بين الرئيسين، قمة تناولت مجمل العلاقات سواء الثنائية أو غيرها من المتعلقة بمستجدات القضايا الإقليمية. جملة كبيرة من هذه القضايا كانت حاضرة بقوة على طاولة هذه القمة الهامة، بداية من القضية الفلسطينية وتطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومرورا بتطورات الأوضاع في كل من ليبيا، في السودان، في الصومال، في منطقة القرن الإفريقي. وتشابهت وتطابقت وجهتا نظري البلدين حيال كل هذه التطورات، وجرى التأكيد على أهمية استعادة الأمن والاستقرار في هذه المنطقة التي باتت تخضع إلى ضغوط جيوسياسية وأمنية عنيفة باتت تهز استقرار المنطقة. وجرى التأكيد على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه القاهرة في هذا المحيط الملتهب بالكثير من القضايا الساخنة، سواء على المستويات الأمنية أو على المستويات العسكرية والجيوسياسية. في هذه القمة أيضا ومن خلال ترأس السيد الرئيس والرئيس التركي أولى اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، والذي أعيد تشكيله لدى زيارة الرئيس التركي الأخيرة أو الأولى للقاهرة في فبراير من العام الجاري، جرى التأكيد على أهمية هذا المجلس كأحد أهم أطر التعاون والتنسيق بين القاهرة وأنقرة. وجرى الاتفاق على عدة مجالات لتكون محل لهذا التعاون في المرحلة المقبلة. أبرز هذه المجالات مجال التعاون الاقتصادي تحديدا، بعدما حقق البلدان خلال العام الماضي أكثر من 6.6 مليار دولار كحجم ميزان تجاري متبادل بين القاهرة وأنقرة. يطمح البلدان لتحقيق 15 مليار دولار خلال الأربع أو خمس سنوات المقبلة في ضوء توقيع البلدين على عدد من الاتفاقات، 16 مذكرة للتفاهم والتعاون بين البلدين في مجالات كثيرة ومتعددة، بداية من مجالات الطاقة والدفاع والأمن والصحة والتعليم العالي والثقافة والصحة ورفع القدرات في عدد كبير من المجالات التي تتعلق بالاستثمار والتجارة البينية والنقل والعمران والتشييد والبنية التحتية وغيرها. هذا العدد الكبير من مذكرات التفاهم والتعاون تكفل للبلدين مزيد من دعم وتعزيز هذا التعاون الاقتصادي، خاصة وأن هناك كما أشرنا إرادة سياسية متوفرة انعكست في تصريحات كلا الرئيسين خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي أعقب القمة المصرية التركية. نعم. الإعلان المشترك الذي وقع عليه الرئيسان يحمل الكثير من تفاصيل هذه الزيارة الهامة والتاريخية، والتي تبشر بتدشين صفحة جديدة من العلاقات بين القاهرة وأنقرة، خاصة وأن هناك كما ذكرنا تطابقا في الرؤى حيال مستجدات الأوضاع والقضايا الإقليمية، وأيضا توافر إرادة سياسية لدى القاهرة وأنقرة لتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي تحديدا في المرحلة المقبلة، استثمارا للعمق التاريخي والحضاري والإنساني الذي يربط الشعبين الصديقين، الشعب المصري والشعب التركي، خاصة وأن مصر هي أهم وأكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الإفريقية، تتيح فتح بوابات ملكية بالأسواق الإفريقية. وأيضا تركيا هي خامس شريك تجاري اقتصادي لمصر، يضمن عبور الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبية
هناك دوائر كثيرة من التعاون الاقتصادي، تحديدا نتحدث عن مجال الطاقة والغاز الطبيعي المسال. تركيا من أهم المستوردين للغاز المصري، أيضا هناك منصات كثيرة أخرى اقتصادية تعمل البلدان أو يعمل البلدان في هذه الأثناء على تفعيل هذه المنصات، من بينها مجلس الأعمال المصري التركي المشترك وزيارات متبادلة، زيارات لطرق الأبواب بين المستثمرين المصريين والتركيين لاستشراف فرص التعاون في عدد كبير من المجالات الهامة للبلدين، واستثمارا أيضا للإمكانات والقدرات الهائلة التي يحملها السوق المصري سواء من العمالة المدربة، الإمكانات البشرية والطبيعية المتوفرة، وأيضا الخبرات التركية في عدد من المجالات. كانت هناك رغبة أشار إليها الرئيس التركي للتعاون مع مصر خاصة في مجال الطاقة الجديدة والطاقة النووية وغيرها من المجالات. نعم، هي زيارة مهمة وبها العديد بالفعل من زيارة تاريخية تدشن لصفحة جديدة من العلاقات بين القاهرة وأنقرة في المرحلة المقبلة. نعم يوسف. نعم زميلي موفد التلفزيون المصري علاء رشوان، كنت معنا مباشرة من العاصمة التركية أنقرة، شكرا جزيلا لك.